من المعروف تماما لرجل الشارع أن حتى رجل الشارع يعرف أن الميليشيا لن تفتح الحصار، خاصة وهي تشهد والميليشيات تشهد تهاون المجتمع الدولي، وبلغة وفهم رجل الشارع أيضا أن الموضوع ليس مجرد تهاون من قبل المبعوث أو الأمم المتحدة، وإنما هو نوع من التواطؤ الذي لا يعرف رجل الشارع إلا هذا الموضوع، وبالتالي فإنها لن تفتح لأنها تجد دعما مباشرا وغير مباشر من خلال تصرفات هذه من مواقف الأمم المتحدة. قناعتي أن الميليشيات لن تفتح الحصار على المحافظة تعز، ولذلك الحصار اليوم عمره أكثر من 8 سنوات، ولو كان في الميليشيات خير لكانت فتحت هذا الحصار من قبل هذه الفترة، وهي تشاهد هذه المعاناة للناس والسكان كل يوم يتجرعون المرارات في حصار ظالم دام 8 سنوات لم يشهد التاريخ الإنساني والبشرية في اليمن أو الإقليم أو المحافل الدولية حصارا كحصار تعز أبدا. ولذلك لا خير يرتجى من الميليشيات الحوثية، فهي لا عقيدة ولا أخلاق ولا دين ولا قيم. ولكن هذا خرجت في أن تريد تنفيذ الخروج الهدنة الأممية التي تسلم عليها الأمم المتحدة، ما لم سوف تتجه تعز إلى خيار آخر وهو خيار كسر الحصار بالقوة وبسواعد الرجال في تعز. بمارب، بتعز، بكل محافظة، بكل محافظة، حتى المحافظة اللي مشتغل عليه كم قتل من جماعته، كم قتل، كم نهب، كم سرق. يا راجل احنا ماتوا اكثر من اسرتنا ما قدرنا نخرج زورهم، احنا انا ارجع امشي 10 ساعات علشان اوصل، ما قدرنا امشي من البيت للمسجد اصلي في الكرسي. هذا الرجل ما بيخرجوا هذا الا بقوه، والقوه على الـ على الـ على الـ كل تعز، انا ما بقولش على السلطه المحليه ولا على كل تعز صغير وكبير، اللي ما يقدرش يدفع 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 يدفع، يدفع. والله بندفع.